وقبل المهدي بيكون، قبل المهدي بيكون. انتوا الان في عصر مش عصر المهدي زي ما بيحاولوا بعض الناس يتصوروا، انتوا في عصر إقامة رجوع الناس الى ذاتها وحضارتها وإقامة خلافة الله في الارض. المهدي يبدو يأتي تتويج، تتويج وصورة مثالية، وبيختمها المسيح. اشي طبيعي تختمها النبوة، بدأتها النبوة من اول يوم آدم بدأها، بدأ الخلافة آدم نبوة، واخيرا بدها تختم بنبوة. وقبل النبوة، وقبل النبوة بشوي بختمها انسان كمان، مش نبي، مش نبي بيختمها كمان. السبع سنين من حكم المهدي هيو بشر ومش نبي، ثم القوة المضادة تحصل في موضوع الدجال وموضوع يأجوج ومأجوج، ثم تختمها النبوة بأربعين سنة، بأربعين سنة. ثم يقبض الله سبحانه وتعالى بعد عيسى عليه السلام كل من كان في قلبه، أما بعدريش الزمن كم، كل من كان في قلبه إيمان أو خير يقبض، ثم تقوم الساعة على شرع البشر. إذن تختم الدنيا مش بقانون من القوانين وسنة من السنة المعهودة، لا، تماما زي ما خلق الإنسان خلق خاص وظف في هذه الأرض ابتداء بتدخل رباني، بدها تختم بتدخل رباني.